في الحقيقة وزارة التعليم العالي أمر تأمين لكل الجامعات وخصوصاً الأهلية بعدم حجب وإخراج أي من الطلبة من الكلاس وعدم السماح لهم بتأدية الامتحانات النهائية، وعلى الجامعات أن تلتزم في هذا الجامعات الأهلية، جامعات الكليات الأهلية أن تلتزم بهذا التأمين وأن لا يحجبوا النتيجة وأن يحجبوا النتيجة إلى أن يسجل القصر. بمعنى آخر أنه يدون الامتحانات لكن يحجبون النتيجة إلى أن يسدد القصر. تعرف إحنا دورنا إشرافي على نعم يعرف كليات الجامعات الأهلية. لكن هذه إحنا بالنسبة لنا يهمنا شيئين، يهمنا الطلبة ويهمنا الرسالة العلمية اللي جانب الإشراف اللي مهم واعتباري بالنسبة لنا وأساسي. لكن إحنا وجهنا من خلال قناتكم إن على الجامعات الأهلية يلتزموا بتأمين وزارة التعليم العالي وأن لا يخرجوا أي من الطلبة الذين لم يسددوا الأقساط كاملة أو جزء من الأقساط، عليهم أن يسمحوا لهم بتأدية الامتحانات وأن يعيدوهم إلى الكلاسات حتى يأدوا الامتحانات بشكل نظامي وحالهم حال زملائهم الذين دفعوا لهنا الكلام جيد.